احنا اليوم اقمنا هذا المخيم الطبي المجاني لمرضى السكر والضغط بسبب ما يواجهه شعبنا يعني من ظروف وكذا، فحبينا احنا نوصل للمرضى ونكون اقرب لهم، خصوصا اللي ظروفهم يعني صعبه وكذا، فنحاول نسهل لهم الامكانيات. يعني في عندنا شويه فحوصات في الضغط والسكر والاسنان، والفحوصات الحمد لله طلعت تمام، وعلى ارقى مستوى الحمد لله المركز المجاني الطبي هذا. لحد الان الشركات اللي دعمت ما جابت، بس يعني